حصتنا سجل. سنة 63 كان عبد الكريم قاسم وكانت الأحوال بالعراق كلش منيحة لليهود. سنة 63 صارت ثورة إيجابية عبد الرحمن عارف. عبد السلام عارف أول ما جاء سوى قوانين ضد اليهود. واحد من القوانين ما يصير يبيعون بالطابو، ما يصير يبيعون طابو، ما يصير يشتغلون بالحكومة، ما يصير يأخذ استورادات من اليهود بواحدة من كل واحدة، وما يصير يدخلون بالجامعات. ولا واحد عنده فلوس بالبنك ما يقدر ياخذ اكثر من 100 دينار من عنده بالشهر. ذاك الوقت ب 68 لا بسنة ال 64 ال 100 دينار من ذاك الوقت يعني اعتقد ايه. بس نحن كنا بالجامعه كان اسمها جامعه الحكمه اللي هي موجوده تحت الرعايه مال جيزويتس. جيزويتس من فرع من بوسطن يونيفرسيتي من امريكا، والمدرسين اكثرهم هم امريكان وهم قس جيزويت فاذر يسمونهم. الدين من الجامعه كان جيزويت، وكل الرؤوس من كل الاقسام من الجامعه هم كانوا جيزويت. كان اكو كم واحد هم بيهم عراقيين يدرسون، كان اكو اربع معلمين خمس معلمين يدرسون بالهندسه، والباقي كلهم جيزويت. وكانت الجامعة هي موجود بها أكثرها كانوا كل الأولاد من السفراء والموجودين بالعراق كانوا يدرسون بها الجامعة اللي ما نخبة كان يعني. ها؟ كانت النخبة العليا، كانت نخبة، كانت أحسن من جامعة بغداد، لأن جامعة بغداد كانت أكثر عمامية من الشعبية، وهوني كانت لأن يدفعون فلوس بها، كانت تدفع فلوس. أعتقد كان لما رحنا بيا للجامعة كان أخوك تشارلي، رحنا تشارلي وسمير سمرة وكم واحد لا قدمنا عليها وحصلوا هم هم سكولرشيب. سكولرشيب ما كانت من مستر 5% لا غربجان هذا سوى شركة من البريتش بتروليوم وهي شركة العراقية، وسواها هو ياخذ 5% كان من صادرات النفط العراقية. وخلصنا من كنا بالجامعة. أول ما جيت الجامعة ودخلت للجامعة كان اسمي ساسون، وساسون هو اسم يهودي يعني ما يغاد له حكي، يعني ما حد يقدر يقول هذا مسيحي أو غير مسيحي. وأنا أول ما دخلت بالجامعة عقب كم يوم كان اكو فد واحد مسيحي كان كل يوم يجي ساسون يضحك علي يعني من هذا. فد يوم انا قلت له دودي، هاي اول اسبوع قلت له دودي اخوي كان وياي، قلت له آه انتظرني عقب الجامعه، لان كل واحد كنا بصف ما كان يخلنا بنفس الصف. قلت له انتظرني لمن هذولي تخلص، عندي حساب ويا فد واحد هنيكي. قال لي اوكي. طلعت المدرسة، نحن رحنا هنيكي، هذا هم بدأ صوبي، كنا قد واحد أخذ سيارتي وبدأ ساسون. أنا رحت عليه نوضي صوبه وما حكيته ولا كلمة. أول ما وصلت صوبه ضبطونه بوكس، هذا افتر بمكانه وقع، والله خلصتوه الجامعة ما حد يحكي وياي بعد. خلصت الجامعة ما حد في اليوم حكى علي وقال لي ساسون، كلهم يعرفوني عصبي. That's a true story. And then in 1967 من ساعة الحرب كنت بعرف بالجامعة؟ لا خلصنا ساعة ايش دخلت عقب الرأس؟ بديت وشغلته خلال شهر واحد بس، بعدين طلعونا لأن ذولي كانوا هم ساعة ضد اليهود بدرجة متطرفة جدا. وسنة 67 عقب شهر من الحرب، فد يوم كنا بالبيت وعلى غفلة جو أوادم وبدوا قدقان على الباب. أنا وداود كنا بالبيت، طلعنا من كان البيت كلش كبير، وكان كوبينو طرمة كل غرفة بيها، كل غرفة نوم بيها طرمة كبيرة. أنا طلعت من الطرمة قد عانى شكوى عانتوا في ثلاث أولاد جوا، قلت لهم شو تريدون؟ والله نريد أخوك. قلت له شو عندك ويا أخويا؟ قال لي أنت ما عندك شغل، نحن نريد أخوك.
قلت له ما موجودين هنا، قلت له دخلنا جوا عقب 10 دقائق غدوا جوا، غدوا دقوا الباب. قلت له دوري انا هاي قد عن حكي ما تمشي منا لا الحكي، تعال ننزل جوا انا وياك ونعاني اشكون الحكي مال هذولي. انا اخذت كان بيسبول بات وكان عندي راكت من التنس، نزلت وخليتوها خلف الباب من الحديقه، يو نو الجيت، ودخلنا طلعت برا. قلت له شو تريدون؟ قال لي والله هذا اخوك تحارش بتعمي. قلت له شنو تحارش بيها؟ اغتصبها ما اغتصبها شنو تحارش بيها؟ قال لا طلع وياها. قلت هي راضيه ولا ما راضيه؟ قال لي شنو بتعمي وما يصير. قلت اذا هي راضيه انت ما عندك كل شغل، خلي هي تقدم ويا الشرطه. من هنا انا صارت بيناتنا ضربات على غفله، واحد ضربوا الدودي سكين، ضربوا السكين وضربوا برجله، وهاي رجله قام فد مره صار الدم. همي من كنا هذول ما كانوا 30، من كنا ونيك مدن غن ضرب جوب التحكيم 30 واحد، كانوا كلهم سيارات كانت تضرب برا، 30 واحد جوا علينا انا وداود وبعدنا. ايش ما نضرب ايش تخلص بيه؟ من العائله من البنيت يعني، مو حكومه. همي لا حكومه، همي كلهم بس قاعدون على مود يهود. ضربوا سكين ونيكي، وهذول من شافوا دم قاعد ينزل كلش شويه خافوا وانهزموا. هسه دودي مضروب سكين، بس سكين يعني تروح عند المستشفى، والمستشفى يعني إذا مضروب سكين يعني تروح للشرطة، لأن الشرطة لأن هاي بيها اعتداء على الجسم. هسه رحنا على فد واحد نعرفه وكان بالأمن اسمه غضنفر علوان حسين، من عائلة كلش مليحة بالأمن وبالمستخبرات والهاي، وكان جيراننا. زوي راح اخذها ويانو ودان المستشفى ونيكي خيطويانو لرجله. وهاي واحدة من الاحكيات اللي موجوده ويا العراقيين ويا اليهود العراقيين. هاي 67 67 بالسنه بعد